رحبوا معنا مشاهدينا الكرام بضيف هذه المحطة الصباحية في فقرة مع نلتقي، الباشمهندس محمد المجتبى الزبير. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بأن ألتقي بكم مجددا أستاذ محمد وأستاذ خليل. الله يحفظك. وموضوع اليوم الطموح والتفاؤل، هما الوقود. التفاؤل بالذات هو الوقود اللي بيحركنا، كلنا عارفين من غير وقود ما في شيء بيخلينا نقدر نحرك عرباتنا، كذلك ارواحنا، كذلك انفسنا. احساسنا بالتفاؤل، احساسنا بانه دائما متوقعين انه في شيء جيد سيحدث. وانا وانتم عارفين والبتابعين الان عارفين كويس انه دين الاسلام بيدعونا في جوانب كثيره وفي مواقف كثيره ومواضع كثيره لانه الانسان يكون متفائل. طيب كونه نتحدث عن التفاؤل والطموح والدنيا عيد، يعني حاسس انه في علاقه ما بين الاشياء دي؟ العيد هو اكثر فرصه مناسبه للتحدث عن اي شيء ايجابي. يا سلام. لانه العيد هو كل ما في العيد هو شيء ايجابي، حتى لو كان تحدث للانسان اشياء سلبيه ولكن هو في النهايه يبقى عيد. فالطموح والتفاؤل نتكلم عنهم في العيد لانه حالتنا النفسية ونحن موجودين داخلين على العيد مهيئة لأنها تستقبل النوع ده من المواضيع أو النوع ده من الأفكار. لأنه دائما لما نكون في حالة شعورية أو في حالة ذهنية إيجابية، ده معناها دماغنا عقلنا أكثر استعدادا للتفكير أو توقع الأشياء الإيجابية، لأنه توقعاتنا بشكل كبير المستقبلية تعتمد اعتماد كبير على حالتنا. ففي الغالب وليس دائما، في الغالب لو أنا في حالة سلبية غالبا الحيدور في ذهني هو أفكار سلبية أو توقعات سلبية. صحيح. ولو أنا في حالة شعورية إيجابية الحيدور في ذهني هي أفكار إيجابية. لأن نقول ببساطة حالتنا الشعورية هي نظام توجيه لأفكارنا. نحن في كل ثانية يا أستاذ خليل هنا بنفكر في 80 فكرة. عجيب. 80 فكرة في كل 15 ثانية، وما بنقدر نوعها بكل أفكار دي. إذا مذكر كان في حلقة من حلقات تكلمنا عن الحاجة دي. لا. ولكن الطريقة اللي بتخلينا نكون عارفين نوعية الأفكار أو زي بيقولوا الكواليتي بتاعت الأفكار بتاعتنا ونوعيتها مشاعرنا، حتى لو أنا منتبه للأفكار لكن في حالة إيجابية أكيد الآن بفكر في أشياء إيجابية. نعم. ولو في حالة شعورية سلبية أكيد كل أفكار بفكر فيها أفكار سلبية. صحيح. فمهم جدا إنه نتكلم عن الطموح ونتكلم عن التفاؤل وعلاقتهم مع بعض وطيدة جدا. التفاؤل طبعاً. والطموح طبعا طبعا. التفاؤل بشكل عام هو توقع الأشياء الإيجابية، تفاؤلوا بالخير تجدوا ويعجبني الفعل أيضا كما نعم. قال في حديث آخر. صحيح. فنحن دايرين نقول إنه توقعاتنا هي أشياء تحدث، هي نبوءات تحقق نفسها بنفسها. فلو أنا توقعت المكروه ده هيخلي اللحظة الحالية سلبية، هيخليني الآن ما مرتاح، سيقلقني الآن، سيخوفني الآن، وده بيسموه تشاؤم. ولكن التفاؤل هو توقع الأشياء الإيجابية. ونحن الآن بنتوقع من أنفسنا ونتوقع من الدنيا، ولكن نحن تفاؤلنا ده كله هو نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. نعم. طيب أكيد يعني بعد كل الكلام الجميل ده الناس اللي بتشاهدنا الآن وكل إنسان بيتابع بيحضر على ذهنه سؤال مهم جدا جدا اللي هو في كيفية إنه كيف أنا أكون شخص متفائل. تفائل وطمع. تمام. خاصة في ظل إحباطات قد تواجه الإنسان في الفترة دي. طيب أولا نؤكد على حاجة أنه كده حتحدث الإحباطات بشكل ممكن تكون متوقع وبشكل غير متوقع. لأنه نحن الآن موجودين في الدنيا. صحيح؟ طبعا. ولكن دايرين نقول معنى تاني إنه واحدة من أشياء التفاؤل أو مهارة التفاؤل الرئيسية إنه لازم نتذكر تماما إنه لا يوجد شيء له معنى، نحن من نعطي الأشياء معنى. لا يوجد شيء له معنى. كيف؟ نحن بندي الأمور معنى. عشان كده قيل أحد الفلاسفة يقول إنه لا يوجد شيء يتصف بالحسن أو السوء، ولكن تفكيرنا هو الذي يجعل الأمور حسنة، تفكيرنا هو الذي يجعل الأمور سيئة. وزي ما قال الإمام رحمه الله
ابن تيمية ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، فإن قتلوني فالمعنى الحادي للقتل ده إنه القتل ده شهادة، صحيح. وإن نفوني فالمعنى الحادي للنفي ده سياحة، إنه سياحة. وإن حبسوني فحبسي خلوة، فالمعنى الحادي للحبس ده إنه دي خلوة، فرصة لإني أقعد مع نفسي، فرصة لإني أنا أفكر مع نفسي، فرصة لإني أنا أختلي بنفسي وأصل لأفكار جديدة. فمبدئيا كده مهم جدا في موضوع التفاؤل إنه أخذ في بالي أي شيء بيحصل، زي ما أنت قلت تحصل حاجات مواقف سلبية كتير وإحباطات كتير، صحيح. ولكن نحن الذين نعطيها معنى. عندنا حاجة مهمة جدا في التفاؤل يا أستاذ محمد، عندنا قاعدة مهمة في التفاؤل بتقول إنه لا يوجد أو كل شيء يحدث لنا له علة وغرض وهو مفيد لنا، حتى وإن كان شيئا سالبا عجبا لأمر المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن بشنو؟ المؤمن بأنه إن مع العسر يسر، المؤمن بأنه أمر المؤمن كله خير. وبالمناسبة عند النظارة اسمها نظارة الخير، بمعنى قبل انت وانا بديت الحلقة قلت الإنسان ينظر للوطن بعين النحلة، أي لا ترى إلا الجميل ولا تذهب إلا للشيء الجميل، صحيح. فدي نظارة بتخليني أبحث عن الأشياء المفيدة، عن الأشياء الإيجابية، أركز على النقاط الكويسة في الموضوع، النقاط الإيجابية في الموضوع. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن كل شيء خلقنا زوجين، والناس بيفتكروا زوجين ذكر وأنثى. زوجين في تفاسير تانية هي جانبين، شيء وضده، الشيء وضده، صحيح. أي شيء عنده وجهين، القلم ده ممكن اكتب به حاجات ايجابيه، ممكن اكتب به حاجات سلبيه، صحيح. الكاميرا دي كان ممكن تقول برنامج ايجابي، ممكن تقول برنامج سلبي، وهكذا، صحيح. اي شيء له وجهين، كذلك المواقف السلبيه اللي بتحصل لنا عندها وجهين. الموضوع لا يعتمد على الموقف نفسه السلبي اللي حصل لك او الموقف اللي بيتوقع انه يحصل، الموضوع يعتمد على انك انت داير تعين ليه وكيف. فاللي بيبحث عن الخير حتتوجه بؤره التركيز ويشوف كل الاشياء الممكن تخلي الموضوع ده خير. وانا عارف كويس انه الحاجة دي صعبة للغاية، بس صعبة دي بالمناسبة جبني لها بلاك. في ناس معرفة صالحة مثلا لا خلي تفضل، انا ذات الخاطرة جاتني. ايوه بالضبط، صعب ده لانه في كثير من الناس، في ناس يا باشمهندس الواحد بيقول لك بتلقى الواحد ما شاء الله يعني زيك كده، دائما التفاؤل، دائما ايجابي، دائما كل الاشياء الجميلة، وبضدها تتميز الأشياء، صحيح. هناك آخرين يعني هو تتوقع أنه ممكن ما في لحظة من اللحظات كان في يوم من الأيام فيها إيجابي، نكد طوالي يعني. نعم صحيح، مفعل الموضوع الثاني، النظارة الثانية، غير النظارة الثانية. نعم، نحن دايرين نقول نقطة مهمة، كلامكم صحيح تماما، أنه أي حاجة في الدنيا عاملة زي رسم القلب، مرة فوق مرة تحت، حتى الإيمان يزيد فما بالك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بغيرها بالمعصية. فنحن بنقول أي شيء، ما في حاجة اسمها خط مستقيم، مش أنا دا معناه ميت. في رسم القلب لما يكون خط واحد معناه إنسان فقد الحياة. بنفس الأسلوب دائما حياتنا في صعود وهبوط، ولكن تفاؤلنا بيخلينا من نكون في القاع نطلع على القمة بسرعة. طيب النقطة دارين نقولها لكل الناس اللي بيتابعونا بسرعة، نعم يعني هننزل القاع لكن حنطلع بسرعة، وهكذا. جميل. النقطة المهمة دارين نقول للناس، كونه في وقت من الأوقات تكون ما حاسي إنه ما في شيء كويس، ما في حاجة ماشية كويس، ما في كذا، ده يعتمد على حالتك النفسية في الوقت ذاك، ولكن دي حاجة بتحصل مع كل الناس. لكن شنو بيخليني أكون متفائل؟ أضرب لكم مثال، ودوني فرصة في نظر المثال ده والأخوة في الكنترول. تفضل. واللي بيتابعنا الآن يركز كويس المثال ده. طوال. نحن الآن يا جماعة قاعدين في الاستوديو، ونفترض إنه صديقي العزيز هو محمد عمر حبابك والله، وما بتعرف عن الاستوديو أي حاجة مثلا. وأنت جبتك يوم بالليل هنا والمكان مظلم جدا جدا، وقلت لك يا محمد أنا هنا في كنز في هذا الاستوديو، فتشوا. وأنت ما عارف الاستوديو، والمكان مظلم تماما وما في إضاءة وما في أي حاجة، ودخلت تفتش
وتتضرب في الترابيزه وتتضرب في الكرسي وتتضرب معرف في وصلات الكهرباء والكاميرات بتاعه وتتخابط بجاي وتقع بجاي بعد تعب شديد. بعد تعب شديد ملقيت الكنز. من قلت انا ملقيت الكنز فقمت انا جبت ولاعه كده بتاعت إنارة صغيره كده صغيره بدات تهتدي بها وبرضه لسه لانه ضوء ضوها بسيط فلسه بتتضرب في الترابيزه وفي الكرسي وما عارف في الكاميرات والاسلاك لكن اخف من قبل لانه في اضاءه خفيفه كده. فخلينا نقول الاضاءه دي نور الوعي بتاعنا تمام. على بال ما انت تفتش انا قمت مشيت كده في المخزن فتشت لي بطاريه كشاف كبيره. اول ما جيت قلت لك لقيت التليفون قلت لي ايوه ولقيت الكنز ده ايوه لقيته. لكن والله يا محمد المكتبه المكان ده كله عوارض الناس بيقولوا كده المكان ده كله عوائق المكان ده كله عقبات لقيته بعد تعب يقول لك بعد تعب اقوم اديك الاضاءه الكبيره اول ما تنور كده تنور الكشاف ودعاين تشوف الترابيزه ده ما عارض دي حاجه عندها عله وغرض دي حاجه مفيده لنا في الحلقه ده ما عارض ده كرسي ده ما عارض ده وصله بتاعت كهرباء ده ديكور ده ما عارض ده كاميرا ده ما عائق. فيتحول كل العالم اللي كان في وقت من الاوقات هو عباره عن عوائق وعوارض واشياء سلبيه يتحول لاشياء مفيده ولكن في زمن اخر. والله المثل الاعلى بنفس الحاجه واقعنا يمكن يكون الكنز هو الهدف بتاعك صحيح. نقول بجانب تاني كل الحاجات اللي بتحصل لنا مشاكل تحديات مصائب أشياء معيقة لنا في حياتنا هي عبارة عن أشياء مفيدة ولكن ربما ليست مفيدة الآن في المستقبل ولكن مفيدة في وقت تاني. وأنا وإنتوا ممكن اللي بتابعنا الآن عارفين كويس إنه في واقعنا المعاش في ناس الآن يتقلبون في نعم مصائب حصلت لهم في الماضي صحيح صحيح أليس كذلك؟ صحيح. حتى أحيانا أنت بتقول يا أخي المصيبة أو الحاجة اللي حصلت دي اللي أنا استفدت منها ولقيت الكلام ده قدام صحيح لقيت الكلام ده قدام تحبوا شيئا وهو شر لكم وعزيز تكرهوا شيئا وهو خير وخير لكم نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب فلما تحصل لي مشكلة وعاقبة وتحدي قد ما أشوف الخير خلينا نكون منطقيين أحيانا تحصل لك كده مشكلة قوية جدا وما تكون قادر تشوف الخير وين الخير في الحاجة دي ولكن مجرد اعتقادك الجازم بأنه هنالك شيء إيجابي الحاجة دي مفيدة في زمن آخر ده يخليك تنتبه لها ويخليك تنظر لها بعين التفاؤل وتشوف وتتوقع شنو الشيء إيجابي. عشان كده بيقولوا ركز معي كل فشل وكل إحباط وكل عقبة تحمل معها بذور منفعة أكبر وقالوا بذور ليه؟ لأنه أبزرع البذرة الآن وأقول لا أنبت الآن بزرع البذرة الآن وبرعاها بالثقة بالله سبحانه وتعالى برعاها بالإيمان واليقين وأسقيها عشان متوقع إنها تنجي لي ثمار لاحقا. فمجرد تعاملي بالروح دي مع المشاكل ده نوع من أنواع التفاؤل نوع من أنواع التفاؤل. عشان كده أذكر الآن قول الشاعر تحب الشاعر يا أستاذ يا سلام عجبا لأمر المؤمن قال الشاعر يقول كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى يا سلام. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل زمان فقس على ما قد مضى يا سلام. البس نفس النظارة وعين كديرة تلقى الامور كلها عرب ثانيه نعم كده بس النظاره تعاين ورا هتلقى دائما لو فتشتها هنا عندنا قاعده اللي بتتفتش لو بتلقاه النيه زامله سيده فلو نيتك انك تفتش الاشياء الايجابيه هتلقى الاشياء الايجابيه زمان صحيح. لو نيتك تفتش الاشياء السلبيه هتلقى انه حياتك ما في شيء ايجابي نعم. جميل نشوف عبد المحمود من الابيض السلام عليكم عبد المحمود السلام عليكم حبايب يا محمود عليكم السلام يا مرحبا اهلا وسهلا بك عليكم السلام استاذ محمد عبد المحمود اسمعنا من سماعه التلفون واقفل صوت التلفزيون يا استاذ محمد استاذ خليل السلام عليكم يا مرحبا بك السلام ورحمه الله وبركاته حبابك والله عبد المحمود انت متابعنا؟ ايوه نعم احنا بنتكلم عن الطموح والتفاؤل معانا باشمهندس محمد المجتبى الزبير تفضل يا عبد المحمود يبدو انه في اشكال نعم ما سامعنا
بننبه انه كل الناس اللي حابه تتفاعل معانا في الموضوع وتشاركنا بس يا ريت اسمعونا من خلال سماعات الهاتف عشان يكون الصوت واضح التلفزيون. نعم. طيب طيب يا باشمهندس في جانب من الجوانب الهامه في موضوع التفاؤل. نعم. اللي هو كثير من الناس بيتاثروا بنماذج يعني في الحياه تميزت وابدعت وتحدت. نعم. ومن هذه النماذج يعني هيلين كيلر صاحبه الاعاقات الثلاث. نعم. وتحقق مقوله عندما يغلق باب يفتح اخر. نعم. فرغم الاعاقات الثلاث الا ان طموحها كان عاليا الفت كتب الان تقرا عند كثير من الناس. نعم. كيف تنظر لتجربه هيلين كيلر وغيرها من التجارب المتميزه حتى في بلادنا ودورها في الطموح والتفاؤل؟ رائع جدا. نحن بنقول في العادة انه اي اعاقة هي اعاقة ذهنية فقط وليست اعاقة جسدية. ذهنية فكرية يعني؟ ذهنية بمعنى اعاقة ذهنية فكرية في الافكار، اعاقة في الافكار. حولنا كثير من النماذج لناس بعيننا بنشوف انه عندهم اعاقات كثيرة، قد تكون اعاقات جسدية، قد تكون اعاقات اجتماعية، قد تكون اعاقات مادية. صحيح. ولكن قدروا يحققوا انجازات كبيره. صحيح. وما قدروا لانهم هم قادرين، قدروا لانه كان عندهم اعتقاد جازم بانهم قادرين. عشان كده بيقولوا الانسان حسب ما يؤمن به. عندنا قاعده في التنميه البشريه بتقول اذا كنت تظن انك تستطيع فانت على حق وسوف تستطيع، واذا كنت تظن انك لا تستطيع فانت ايضا على حق وسوف لن تستطيع. عجيب. الموضوع يعتمد على ظنك واعتقادك عن نفسك زايد ظنك بالله سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا القاعدة تشبه حديث القدس الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن خير فله وإن شر فعلي. نعم. ففي موضوع الإعاقات دي بنقول كثير من الناس بيقول لك والله أنا ما بقدر، أنا لا أستطيع، ظروفي صعبة، أنا ما بقدر أعمل الحاجة دي. بنقول في قاعدة ثانية ودي جميلة جدا واعتقد حتعجب كل اللي بيتابعنا الان وحتزيد احساسه بالايجابية تجاه نفسه. الشيء الذي لا تستطيع ان تفعله هو الشيء الذي لا تريد ان تفعله. الحاجة بتقول لنفسك انا ما بقدر عليها، بين قوسين دي الحاجة اللي انت ما عايز تعملها. ليه؟ ده ما عشان انا، ده ما عشان كلامين ولا كلام اهل التنمية البشرية ولا كلام الغرب. صحيح. ده كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء. قال لنا شنو الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 20 في سورة الإسراء: كل نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. فنحن بنقول الشيء الذي تريد فعلا عمله تحقيقه حتقدر تعمله، بس والمشكله اللي بتمنع ناس من انه يمشي لقدام والبتعيق مساله التفاؤل انه بنفكر في كيف اعمله على المدى البعيد، والكيف هو ما مسؤوليتي انا، الكيف هو مسؤوليه مسبب الاسباب الله سبحانه وتعالى. انا مهمتي اسال نفسي اسعى. نعم. اسعى وافتش شنو الخطوه الاولى، لانه بيقولوا مساله الكيف الكيف سيظهر نفسه بنفسه نتيجه لثلاث حاجات: تفاؤلي، ثقتي في الله سبحانه وتعالى، والتزامي بالنتيجه اللي انا داير اصليها. فلاحظوا الحياه كلها عندها شنو؟ عندها جزء من الالتزام. نعم. طيب يعني الان احنا ذكرنا يا باشمهندس مجموعه من المهارات لكن بشكل متفرق يعني. نعم. فيما يتعلق بكيف الانسان يتحول الى ايجابي، انسان متفائل. نعم. ومتفائل طبعا، ايجابي طبعا. اصلا الشخص المتفائل هو بيتوقع الاشياء الايجابيه. وشوفوا دائما الحاجه اللي بنتوقعها في ذهننا حنتصرف على اساسها. صحيح. يعني مثال بسيط، تيجي داخل البيت ومتوقع انه الليله البيت اللي حيكون فيه اكل معين، ليله الفطور بشكل معين، حتلقى نفسك حتتصرف على اساسها، ربما ما تكون في الريحه وتشم ريحه الاكل اللي انت في بالك. صحيح. عقلك اللاواعي فتح الله عليك عقلك الباطن او عقلك اللاواعي. فنحن عاده الحاجه اللي بنتوقعها حنتصرف على اساسها. يعني مثلا لو في طالب بيعتقد عن نفسه انه هو الامتحانات صعبه وهو طالب فاشل، لما نيجي يذاكر كويس ما حيقدر يذاكر كويس، من جوه حيقول لنفسه يا اخي انا ما فاشل، يا اخي كده كده لو تعبت ما برضو حاسقط اذاكر ليه؟ صحيح. ولو في طالب تاني متوقع انه حينجح
متوقع انه حيتفوق تحت القاب، حيذاكر بتركيز شديد باجتهاد شديد. ليه؟ لان متوقع انه حيتفوق وهكذا وحينجح. في ناس يا باشمهندس يعني لما يسمعوا كلام من النوع ده يقول لك يا اخي ده كلام نظري. نعم. احنا ما قادرين نطبق الحياة دي على ارض الواقع. نعم. صحيح. يعني بيكونوا همهم دارين حاجه يمسكوها كده، حاجه يمسكوها كده وبكره وبكره يحصل النجاح. في كثير من الناس ممكن نقول لهم شيء صحيح. طيب اول حاجه، النجاح او الفشل ما بيحصلوا فجاه، خطوات صغيره او خطوات صغيره، ويوم بعد يوم يوم بعد يوم بتعمل تجربه ناجحه. والفشل برضه ما بيحصل فجاه، حاجات صغيره، فشل في انه يقول انا اسف، فشل في انه يقيم علاقه جيده مع ناس، فشل اكاديميا، فشل مادي، كلها ما بعمله تجربه فاشله. فما في حاجه بتحصل فجاه، وانما تحصل شيئا فشيئا. نعم. فدارين نقول ربما انت لا ترى ثمار التجارب او ثمار النجاح ده الان، ولكن انت على المدى البعيد بتحقق نتائج كبيره ربما تظهر لك في وقت لاحق. صحيح. ولكن بنقول نركز، وهنا بيجي مهمه الطموح. الطموح هو اللي حيخليني ابدا اتحرك وانا متاكد من ان انا ماشي لقدام. ليه؟ لانه بيقولوا الطموح هو احساسي باني انا دائما داير احقق شيء اعلى من اللي انا وصلت له. وبالمناسبه ما في محطه اسمها محطه النجاح. النجاح اسلوب حياه. ما في حاجه يقول والله انا وصلت له. ايا كان الدرجه اللي انت وصلت لها، دائما في مستوى اعلى مهما كان النتيجه اللي حققتها، دائما في جزء ما جربته، في حاجه جديده ما جربتها. وقدوتنا في التفاؤل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي كان يقول بعد أن أصبح أمير المؤمنين: إن لي نفسا تواقة كلما وصلت إلى شيء. أنا إسراء يا خليل من الشمالية. حبابك يا إسراء، سلام عليكم. إسراء سلام عليكم. الله يعطيك العافية، مرحب بك. الله يديك العافية. طبعا يمكن أغرب الموضوع لكن ربنا يوفقك. نتكلم عليها على الطموح والتفاؤل. أنا والله بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفاؤلوا خيرا تجدوا. فانا في نفسي في يعني في الطموح حاجه زي دي، الواحد لما يكون اصلا حتى حاجه معينه في نفسه حينزل حاجه يخشاها في نفسه. حتى ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي قال: انا عند ضمناتي دي في اليوم دي ما شاء الله ضمنتي ربنا، ان ربنا حيدينا اكيد حيدينا. بعدين دلوقتي من المفروض لما نعمل حاجه المفروض اكون معاها دعوات، المفروض اكون معاها ثقه. اول حاجه المفروض اكون واثق في ربنا واثق في نفسي، دي حاجه لازم تعملها. إسراء، عندك 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 حاجة، عندك تجربة كده لحاجة معينة كنت بتطمحي ليها ومتفائلة إنك تتحصلي عليها وفعلا وصلتي للهدف ده؟ أيوة والله كان عندي حاجة كنت متفائلة. أول حاجة والله كنت خايفة شديد. ثاني بعدين قلت يا جماعة يا أخي أنا والله العظيم ربنا ده مستحيل يخذلني، ربنا ده مستحيل إنه يعني بعد ما يجهل علي دي كلها أبقى أطلع كاتب. والله الحمد لله كان امتحان طبعا. وانا طبعا ما كنت ما عملت لا قريت ولا عملت حاجه غير بس الايام الاخيره بسبب الظروف، وقلت انه اواخر حتى ما هنجح هنا، لكن طيب علمني قلت ربنا معايا كده خلاص الحمد لله. يعني فوقت جدا الاولى وده كان يعني توفيق لي انا اني احصل في الضغط يا ربنا. الحمد لله ربنا عداني ما اتمنى جزاك الله خير. الحمد لله. سلام يا الحمد لله. شكرا جزيلا لك يا شكرا جزيلا. شكرا. تعليق في اقل من دقيقه على ما ذكرته اسراء، لانه زمان انتهى لكن لسه باقي كثير من المحاور. طيب اول حاجه نقول لاسراء قالت كلام مهم للي بيتابعونا. قالت: قريت في الايامات الاخيره ونجحت، ولكن المنعني من القرايه ظروف. ظروف يعني ما بقول والله يا اخي انا ما قريت واتوقع اني انجح. التفاؤل والطموح عشان اتاكد انه تفاؤلي ده حقيقي وطموحي ده حقيقي بيجي معاه فعل. ما في حاجه اسمها تفعل الاسباب. الله يفتح عليك، تفعل الاسباب، وده هنا حق التوكل. صحيح. الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله، قاعده صدق الله. صدقت تماما. لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فبنقول قمه التوكل ان هي توقعت الشيء الايجابي وتصرفت على اساسه. نحن نقول انه نتاكد ان الانسان متفائل وانسان طموح، دائما التفاؤل والطموح بيجي معاه فعل مناسب، فعل حقيقي. النقطه الثانيه، قاعدة أخيرة نختم بها اليوم. تفضل. إنك تصير وتحصل على ما تفكر فيه طوال. إنك تصير وتحصل على ما تفكر فيه طوال الوقت. بغض النظر كنت داير ولا ما داير. أنا ما يهمني الفشل، الشخص داك داير الفشل ولا ما داير. ولكن لو دي الحاجة المشاغلة باله، دي الحاجة اللي حتحصل له حتى لو ما دايرها. فبنقول
أشغل بالك بما تريد وليس بما تكره أو تخاف. ما في زول بيحب المرض، ولكن لأنه شاغل باله كثير بالمرض بيجي، والمرض ذاك الحاجة اللي بتشغل بها بالك كثير دي الحاجة اللي حتحصل في حياتك. فركز على أنت شاغل بالك بشنو، الصحة والعافية. الحاجة حتشغل بالك بالأشياء الإيجابية هو حمد الله سبحانه وتعالى. الله ده يخليك مستحضر كل ما هو إيجابي وجميل في حياتك، حيزيد لك الأشياء الإيجابية. يا سلام. وين تشكره؟ يا سلام. نعمة الله. وين تعدوا نعمة الله؟ وين الله؟ لا تحصوها. لا تحصوها. نعم. نعم. باشمهندس حقيقة كل سنة وأنت طيب. يحقق أمانيك والقابلة كده خليها مفتوحة ولا عندك حاجة معينة؟ ربنا يحقق فيما في مراد كل شخص، كل الناس اللي بيتابعونا الان. امين. ان الله يستجيب كل الدعوات ويتقبل كل الطاعات ويحقق كل الامنيات ان شاء الله. وشكرا يا خليل على يعني باشمهندس ادانا وقود مجاني، وادى المشاهدين وقود مجاني في موضوع التفاؤل والطموح. شكرا جزيلا. الله يديك العافيه. ويعني كلنا عارفين ولئن شكرتم لازيدنكم، العيد فرصه لتذكر كل ما هو ايجابي. نعم. وتفكيرك دائما بما هو إيجابي سيجعل الأشياء الإيجابية تحدث في حياتك مرارا وتكرارا. أكيد. شكرا. آخر لو سمحت لي بكلمة أخيرة، لأن الدنيا عيد يعني. تفضل. عشان الوقود المجاني. ولو دار تهني هني برضه. أنا دار أقول قد تحدث للناس ابتلاءات إيجابية وابتلاءات سلبية، ولكن هي الكلام اللي دار أقوله عن الابتلاءات السلبية. الابتلاءات السلبية هي ليست اختبار لقوتك الذاتية، ما اختبار لإمكانياتك فقط، وإنما هي اختبار لقوة استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فلما تحصل العقبات، تحصل المشاكل، تحصل الحاجات السيئة أو الأشياء السيئة في حياتك، مش تتجه لنفسك، وإنما أولا تتجه لله سبحانه وتعالى، بعدك تسأل نفسك كيف ممكن أحل الحاجة دي، وما دام اعتقدت بين الله سبحانه وتعالى هيحل لك، حتلقى الحل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يسعني أن أقول في نهاية هذه الحلقة إلا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شاكر مقدر لك استاذ محمد واستاذ خليل، شاكر لاي شخص تابعنا الان، شاكر لقناه طيب، وشكرا جزيلا. الله يذكر عافيه. شكرا جزيلا لك باشمهندس محمد المكتب الزبير، و